من بعد ما جبت التجميع تبعي انا كنت مفكر حالي انه خلص انا هون التوب وجايب 160 اف بي اس او حتى 200 اف بي اس بالبدايه، انا كنت مفكر حالي التوب، ولكن في شغلات كتير انا كانت غايبه عن بالي وهلا عرفتها لولا مستكر اللي هو الادمن عندي بالديسكورد اللي حتلاقوا القناه تبعه بالوصف. هو بوت لولا هالشغلات اللي احكي لكم اياها، هو بوت ما بيعرف يلعب، ففوتوا شيكوا على قناته وشوفوا واشتركوا طبعا ودعموه، لانه هو لولا ما كنت عرفت هاي الطريقه. فهي الطريقه ان شاء الله رح تنقسم على اسمين، الاسم الاول اللي هو الاف بي اس بوست، كيف ترفع الاف بي اس بشكل كامل بلعبه فورتنايت، والقسم الثاني اللي هو الريزولوشن او التايمر ريزولوشن اللي بيكون بينك وبين اللعبه، لما انت تلعب بيكون في تاخير ملي سكند بالضربه باللفه بهالقصص هي. فكل هذا ان شاء الله رح اشرح لكم اياه. فلو انت عندك فورتنايت على البي سي وحابب ترفع وتظبطه وتظبط وضعك على الاخر، لازم تتابع هذا الفيديو على الاخر، وانا رح احاول ساعدك قدر المستطاع وسهل عليك الموضوع. فلا تنسوا تشيكوا على قناه مستكار بالوصف، ولا تنسوا اللايك تشتركوا بالقناه لنوصل 20000 قبل نهايه السنه، ويلا مع بعض. فلا والله بسكان الطابه الارضيه وفيديو جديد. مبدئيا هذا الموضوع يا شباب رح اقسم لكم اياه مثل ما حكيت على موضوعين، فكل دعم لقيتهم شو بنيمو 9 اول شيء، بعدين بنفوت بالموضوعين. بالنسبه للموضوعين يا شباب، الموضوع الاول اللي حيكون عن اف بي اس بوست اللي هو للاجهزه الجديده او مثلا الاجهزه المتوسطه اللي هي عندك روت نيفيديا مثلا، وثاني شيء رح يكون على الريزولوشن او التايمر ريزولوشن مثل ما بسموه او التاخير، يعني كل شيء بيصير كل الاسماء موجوده، فانت مثلا خلينا نحكي عليها التاخير اللي بيصير بينك وبين اللاعب او بينك وبين اللعبه اللي انت بتعملها. احيانا بتلاحظ مثلا انه انت بيكون عندك لعب وفي بعض منهم بتكون رده فعلهم اسرع من رده فعلك. الموضوع طلع مو بس بينج، الموضوع طلع امكانيات وهالقصص هاي اللي بدي اشرح لكم اياها بالضبط. هلا اول شيء خليني انا احكي لكم بالنسبه للفرق اللي ظاهر امامكم. الفرق انا بالنسبه لي الاف بي اس عالي تقريبا 40 ل 50، وبالكرياتيف من دون مبالغه وصل ل 300 اف بي اس، فهذا الموضوع ممتاز جدا وهذا الشيء اللي انا صار معي كتير حلو حبيت شارككم اياه. اول شيء خلينا نبتدي بكم شغله بسيطه واحكي لكم عليها. اول شيء في عنا برنامجين مثل ما ظاهر امامكم على الديسكتوب، في عنا هدول برنامجين. البرنامج الاول اللي هو بيمنك التاخير الموجود باللعبه وبحسسك فعلا اللعبه يعني خرافيه جدا، والثاني اللي معنا اللي هو بيكون معنا كمان تاخير ولكن تبع الكليك الشمال تبع الماوس. لما انت تجي تعطي كليك شمال هون انت بقى بتصير عندك اسرع بالنسبه للضغطه، بيصير في التاخير قليل وبياخذ الامر اسرع، البي سي تبعك او الضربه تبعك بتطلع اسرع. فهدول البرنامجين اللي رح نشتغل عليهم حاليا. اول شيء البرنامجين يا شباب خلينا نفتح مع بعض موقع اول برنامج اللي هو اللي حيكون معنا، وفوت على الوصف بناخده، يعني انا عم بشرح لكم واحكي لكم مع بعض مشان يصير الموضوع مباشره امامكم. حطينا هذا الرابط اللي طبعا موجود هو بالوصف، هذا الرابط بيفتح امامك هذا البرنامج، بتنزل لتحت تنزل بتحط اوفيسال داونلود هير، هيك مكتوبه تقريبا اي اوفيسال داونلود هير، بتكبس عليها هي اللي ظاهره امامكم المهم، وبعد منها بينزل معك البرنامج. بعد ما ينزل البرنامج طبعا انت بتصطبه، هذا هو البرنامج باسم الاي اس ال سي، بينزل معك بتصطبه وين ما بدك، بالاف بالاي بالدي بالسي، وين انت حسب القرص اللي بدك اياه بتنزله. بعد ما تنزله بيظهر امامك بهذا الشكل، بتنزله مثلا على سطح المكتب او بتفتحه من هون اللي بدك اياه. طبعا هلا انا فاتح لكم البرنامج مثل ما ظاهر امامكم، هذا اول برنامج رح نشتغل عليه يا شباب، هذا اللي بيشيل لك التاخير باللعبه بشكل كامل. بالنسبة لهذا البرنامج أول شيء بيطلع معك بغير أرقام مثل مظهر أمامك اللي هو التوتال سيستم ميموري والقصص هي كلياتها والوينت تايم ريزولوشن وكل هالشغلات بتجي أرقامها غير، فأنت كل عليك إنك أنت تتبع الشرح تبعي وإن شاء الله ما حتكون غير مستفيد. مبدئيا الخانة الأولى اللي معنا اللي هي بتكون ذا ليست سايز أت ذا ليست، هيك تقريبا مكتوبة، يعني ما تواخذوني على اللغة الإنجليزية بتعرفوا أنا يعني التدريس المجاني شو بدنا نساوي. أول وحدة بتحط فيها 1024 مثل مظهر أمامكم، 10 24، بعد منها الفري ميموري. شو معنات هذا الجدول أو شو معنات هذا المربع؟ هذا المربع يا شباب اسمه الفري ميموري أو الميموري اللي بدك تعطيها إياها للعبة تقريبا، يعني فيك وضح لك إياها بكل بساطة. مثلا أنت راماتك 16 جيجا، أنا خليني أورجيكم، بتحط هون طبعا خصائص الجهاز، بتدور هيك بتلاقي مثلا الرامات انا عندي 16 جيجا، انا رامات عندي على الجهاز 16 جيجا، فانا بعطي الجهاز للعبه مثلا بعطيها 8 جيجا، يعني بعطيها النص فقط للعبه، لو انت عندك الرامات 16 جيجا بحط بهذا المربع 8 1 9 6، لو انت عندك الرامات كانوا 8 مثلا حط الاربعة مثلا 1 9 6، يعني شيل بدل 8 حط 4، يعني النص بالضبط، فهمتوا شو الموضوع؟ هذا هو بكل بساطة. وإذا بدك يعني مشان اختصار عنك شوف انت الصورة واعمل مثل ما انا عامل بالضبط. بعد منها بتنزل على هي وينت التايم ريزولوشن، بتكون هي يمكن تقريبا 4.0، خليها 0.50 0.50 مثل ما ظاهر امامك. بعد منها بتلاقي شيء اسمه اي اس ال سي بولينج جريد تقريبا ام اس ملي سكند، يعني خليها 250، هي يمكن بتكون 8000 او 4000، خليها 250. وبعد منها ما تعمل اي شيء، يعني خلص انت هيك عملت هيك الموضوع، بتكبس ستارت. متى ما كبست ستارت انت هون خلص البرنامج بلش يشتغل معك.
بعد منها شو بتساوي؟ انت بتفوت لعندي على الديسكورد اذا بدك، طبعا بتفوت على الديسكورد موجود تحت بالوصف، وبتكتبوا هاي الكلمة اللي هي هاي الكلمة نفسها موجودة حاليا معي انا بالوصف تحت بالفيديو. كده عليك انك انت بتفوت اول شيء على البحث بتكتب CMD، بتلاقي هاي قدامك اللي هي موجه الاوامر بالعربي، خليني اقول لكم اياها بالعربي مباشرة. بتكبس عليها كليك يمين، بعد منها بتحط run as admin يعني انه شغلها كمسؤول، بعد منها بتكبس عليها وبتحط yes. طبعا هاي الكلمة اللي انا هلا نسختها هون من الديسكورد موجودة تحت بالوصف، بتعملها مثل ما هي، بتعملها نسخ او بتعملها كوبي يعني، وبتفوت لهون بتعمل كتر الفي او لصق يعني مثل ما بيقولوا او بيست اي شيء انت بدك اياه، وبتكبس انتر. بس بعد ما كبست انتر انت عندك تفعل هذا الامر، بيقول لك انه سكسيفول وتنجح ومدري شو صار الكلام يعني مزبوط، وخلص الموضوع بتطلع من هي. وبعد منه هون شو بتساوي؟ بترستر الجهاز كلياته. ولكن قبل ما ترستر الجهاز في شغله ضروريه لازم تعملها، انك انت بتعمل ستارت اي اس ال سي، انه انت لما يشتغل الجهاز يشتغل معه هذا البرنامج، وبتحط لانش اي اس ال سي ان يوزر لوجن، انك لما انت تفوت مثلا على الجهاز يشتغل. هدول الخيارين لازم تفعلوهم اللي على الشمال مشان يبلش معك شغل اول ما تشغل الكمبيوتر تبعك. هون احنا عملنا هدول الخطوات كلياتها، وبعد منها بنرستر الجهاز. بعد ما نرستر الجهاز بنفتحه طبعا. هلا بقى ننتقل على الشغله الثانيه اللي هي الخاصه بالماوس، انك انت تكون مثلا التايم تبع الماوس تبعك او التاخير اللي بيصير بين الضربه وبين الكليك تبعك يختلف معك ويصير اسرع. بدك هلا هذا الموضوع بقى بيصفى عندك، هذا الموضوع انا بالنسبه لي هذا اختياري، ولكن احنا هاي الخطوه عملناها. بعد ما عملناها لو انت حابب تظبط الماوس تبعك اكثر واكثر، فوت لعندي على الديسكورد بتلاقي خانه باسم تايم ريزولوشن، هي بتفوت عليها فيها ملف مثل مظهر امامكم اسمه time resolution.exe او نقطه exe. بتنزل هذا الملف، بعد ما تنزله بتعمل له حفظ، بعد ما تعمل له حفظ بتفتحه، بتكبس عليه 2 كليك وبيفتح معك وخلص الموضوع. بيفتح معك بهذا الشكل اللي ظاهر امامكم اللي هو هذا المستطيل، هذا الشكل بيفتح معكم بهذا الشكل، بتحط ماكس وخلص هيك الموضوع، بتكبس هالكبستين وبتفوت بتلعب. هيك انت وضعك بالتمام. هون طبعا بعد ما رسترنا بتنزل الخاص بالست تايمر ريزولوشن اللي هو تبع الماوس. هيك انت طول ما انك انت مشغل هدول اثنين وضعك ان شاء الله بالتمام وبالسليم. بتفوت بتفتح اللعبة وبتبلش لعب، وبتقلي رأيك بالتعليقات هل كان معك هذا الموضوع مفيد ولا لا. فبس هذا هو المقطع تبعنا اليوم مفيد. لو حابين تشوفوا اعدادات داخل اللعبة، داخل لعبة فورتنايت، اكتبوا لي بالتعليقات وقولوا لي شو رأيكم بهالتجربة اللي صارت معكم. كود دعم بالاتم شبني 9 وبرعاية الله.